راديو نيل. الحقيقة يمكن في دراسة لمركز البحث الروسي كاسبريسكي، وده مركز عالمي بيتكلم على مخاطر مشاركة صور الأطفال على السوشيال ميديا. يعني على قد ما السوشيال ميديا منتشرة، ولكن بيبقى في مخاطر من نشر صور الأطفال، خصوصا أنه ممكن أب أو أم يشيروا صور أبنائهم، فيمكن حتى لو هيشيل الصورة مثلا بعدها بساعة بتكون الصورة أخدت شير، أو ناس كتير قدرت أنها ممكن تاخد خدها سكرين شوت شير، ممكن تلف العالم في وقت قليل جدا. وبالتالي انت ممكن تعرض طفلك حسب الدراسة لمشكلة في انتحال الهوية او انتحال شخصية الطفل ده فيما بعد. يمكن ده وفقا للدراسة. كمان بتتكلم انه في صحيفة اسمها نيويوركر كانت بتتكلم برضو انه بحلول عام 2030 هتبقى تلت المشكلات المتعلقة بالهوية او القضايا المتعلقة بالهوية على الانترنت خاصة بمشاركة صور الاطفال وانتحال هويتهم. الحاجة كمان اللي اتكلمت عنها الدراسة ان في دول زي المانيا وفرنسا يعني بتمنع موضوع استغلال صور الاطفال، او انه الاب والام بيبقى عليهم يعني الصور دي بالنسبه لهم يستخدموها كاوصياء، لكن قانونا ما ينفعش ان هم يستخدموها في الشير ومشاركتها على نطاق واسع بحسب الدراسه. يعني يمكن من اخطر الحاجات دي هبه اللي كل اب وكل ام ممكن ان هو يعملها بيعني لو حسنية او فرحان بمناسبه ابنه عايز يعمل له بوست، عايز يقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلاده ايا كان، بس هو مش مدرك خطورة ان في ناس على السوشيال ميديا احنا ما نعرفهاش، احنا مش مدركين هم مثلا هيتعاملوا مع الصور دي عاملة زي، وزي ما هي مهبة قالت ان ممكن توصل لانتحال الشخصية. خلينا اقول لكم ان من اكتر الحاجات برضو اللي تحافظ بيها، او من اكتر الطرق او من اكتر القواعد اللي تحافظ بيها على امان طفلك على الانترنت، هي فكرة الحوار مع ابنك، الفكرة ان انت تهات وتاخد مع طفلك، ما تسيبهوش قاعد على الانترنت لمجرد ان هو هيبعد عن دماغك، ولمجرد ان هو هيسكت وهيبطل زن كده زي ما كتير من الاباء والامهات يعني بيعملوا، بيدوا الموبايل لطفلهم اول ما يلاقيه بيتشاق كتير فعايز يرتاح خد الموبايل شوية وابعد عنه، موبايل ساعة كده لو المسكن. أيوة بالضبط يعني مسكن. ولكن خلي بالك برضو مش مهم ان انت تقعده، لكن فترة قليلة يعني برضو انك تبعده عن الانترنت بتخلي الاطفال يحسوا ان انت بتعاقبهم عقاب صعب جدا، لكن انت ممكن تديله وقت معين على الانترنت، ولكن لازم تكون مصاحب ابنك. بالضبط. لازم تبقى عارف هو بيطلع على ايه، لازم في رقابة على ده، لان ممكن هو بيلعب جيمز تظهر له صورة معينة. بالضبط. يتعرض لمحتوى دار مبقاش عارف، ممكن تظهر له اعلانات مش مناسبه لسنه، يعني ايا كان بقى ايه، بس هي الفكره يا هبه ان كل اب وكل ام لازم يبداوا هم الحوار مع ابنهم او بنتهم، يبداوا يعرفوا، يبداوا يتناقشوا معاه في انت بتعمل ايه يا حبيبي على الانترنت، بتلعب مع مين، طب اللي بتلعب معاه بيتكلم معاك في ايه، بيتناقش معاك سنه قد ايه. كل الحاجات دي انت لما بتبتدي تفتح مع الطفل موضوع في الحاجة اللي بيحبها هيبتدي هو يتكلم معاك، وهيبتدي هو من تلقاء نفسه اي موقف اتعرض ليه على الانترنت على طول هيجي يحكيه. حاول كمان بقدر المستطاع ان انت ما تخليش او ما تربيش عند الطفل الخوف ان هو يجي يحكي لك عن حاجة معينة مهمة حصلت معاه على الانترنت، اللي هو انا خايف احكي لبابا لحسن يضربني ولا يزعقني ولا يمنعني من عن المصروف مثلا، مثلا ان في محتوى معين فالاب او الام عنفته او تعاملوا معاه، بعد كده هو هيخاف يوريهم يحكي هو ايه اللي ممكن يظهر له فجأة على الانترنت او محتوى ضار تعرض ليه. بالزبط. فبالعكس انت ممكن انت تشيد بيه ان هو جي بيقولك ان هو بيطلعك على كل شيء، فبالتالي هو هيبقى فيه ثقة ان هو يقولك في كذا حصل في دي. حاجة مهمة جدا، دي حاجة مهمة جدا جدا ان انت تصاحب ابنك وتخلي بالك من كل التصرفات بتاعته على الانترنت، تحاول تشوف وتسمع ايه اللي هو بيعمله على الانترنت، ايه مين اللي بيتعامل معاهم. كل الحاجات دي من الحاجات او القواعد المهمة جدا اللي ضروري كل اب وكل ام يخلي بالهم كويس جدا علشان يحافظوا على امان اطفالهم على الانترنت.